في لاعب عايز اقف عنده النهارده كابتن عبد الله، مش عارف رايك فيه ايه، بس محمد شريف حسيته بيعمل مجهود كبير النهارده. يعني اول مره احس ان محمد شريف، بغض النظر هو قدم ايه بجانب الهدف يعني اللي سجله، بس حسيت محمد شريف بيجري كتير، بيحاول في كرات كثيره، بيحاول يلاقي مركز اساسي في هجوم النادي الاهلي. مره اقول لك على حاجه، والله بعيدا عن حاجه، محمد شريف من اكتر اللعيبه اللي اتظلمت. يجي عليه حد ويقعده ويشتغل ويرجع ويكسب نادي الاهلي، انما بعد وجود كهربا طبعا والحاله اللي فيها كهربا ممكن يكون هو بعيد بشكل كبير، انما يعني وجوده مثلا في مباريات مهمه زي مثلا مباراه الزمالك نزل وسجل هدفين. هو بالمناسبه لسه هداف الاهلي في الدوري، 9 اهداف يعني، تمام. هو ما زال هداف النهارده جاي من بعيد وبيسجل، فده يعني لا راجل ملتزم ما بسمعلوش نفس، انما النهارده هو عايز يقول انا موجود. أيوة. عايز لازم يقول انا ليا دور النهارده، كميه جري عاليه جدا، ربنا بيوفقه بيجيب جون. سيبك بقى من انتاجه قد ايه، بس أيوة. انا كافر ودي انتاج ان انا اجيب جون، جبت. مطلوب مني ان انا اضغط على خط الظهر، بيضغط. مطلوب كميات جري عاليه، بيعمل كل حاجة بتتقال له بيعملها، وما بتسمعلوش نفس. إنما شريف لا، هو من الفراودة كويسة جدا. مش هقول لك مظلوم بنسبة كبيرة، لا، يعني هو ده حال الكورة. أيوة ما فيهاش عدل. لا يعني الكورة مش عادلة. لا جه، لا مش عادل، جه حد أحسن منك أنت بتقعد، أنت مش هنقول أحسن منه، حالته أحسن منه. هنقول الحالة أحسن منه. حالته أحسن منه. ماشي، إنما هو جه في وقت يعني مثلا من الأوقات. أنا أقول لك هو ظلم باين وقت ما جه والتر بواليا. ده ظلم بقى، الراجل كان ماشي بشكل كويس قوي، جه قعد فجأة. ما هو ما لحقش يبقى مستوى احسن من محمد شريف. دي حاجة. الحاجة الثانية اقول لك على، حتى برضه في الفترات الأخيرة مع مستر كولر، الراجل برضه شغال بشكل كويس وكان معتمد عليه بشكل أساسي في بداية الدوري. في الفترة دي ممكن يكون في فترات للنادي الأهلي حصل فيها تذبذب في المستوى، مطلوب من شريف إنه يسجل، مطلوب من شريف إنه يضغط. أساسا الفرقة جت في فترات مش فايقة. طب لما تكون الفرقة يعني بكامل محتواها في حالة يعني لا يحسد، يعني مش عايزين نحسدهم، حالة بدنية فنية كل حاجة ماشية معاهم، طب ما لازم يبقى ليه دور. فدوره النهاردة لما انت بتشوفه بالشكل ده، لا شريف من الناس فعلا فراودة المحترمة جدا النهاردة، فعلا يعني بيثبت، بيقول انا موجود. وفعلا النادي الاهلي ما يقلقش، يعني كان فترة يقول لك ايه النادي الاهلي محتاج فرد، وانا برضو كل يعني مصمم لحد وقتنا هذا انا اقول لا، في شريف محطة كويسة، راجل بيلعب برجليه اتنين بشكل كويس، راجل لعيب كورة، راجل بهيدرز كويس. ممكن تكون الدنيا مع عندني في وقت من الاوقات، انما مش طول الوقت، انما انا باجي من بعيد وبخلص. صحيح. انت جيت في مباراه قمه، نزلت جبت جونين، بالاخص الجون الثالث ليه صعب جدا جدا جدا. طبعا. مش اي حد بيشتغل بالكلام ده، ان الكره تعمل باك باص لتحت وهو يخش ويحط بشماله كمان. بالدقه دي وبشماله وتروح في الزاويه دي بالاخص، لا الموضوع صعب. شريف من الفراده كويسه، وانا يعني من وجهه نظري هيبقى ليه دور كمان في المباريات اللي جايين، بالاخص ومباراه الوداد هيبقى ليه دور ان شاء الله. ان شاء الله.